ما كناش بنلاحظ عليها اي تصرفات غريبة ابدا قبل الفرح، ولما يتم كل شيء تفضل تصرخ وتقول تفضل مش عايز اتجوز. تفضل حضرتك تفضل مش عايز اتجوز. تفضل يا اخي اقعد هناك بقى. كل الدكاترة قالوا إيه ان عينيها سليمة 100%، انما برضو قالوا ان دي حالة نفسية. مش بس كده، النوبات العصبية اللي بتجيلها الدكاترة قالوا عنها وهم نفساني. تقريبا بقى عندنا فكرة شاملة عن حالتها النفسية، وان شاء الله خير يا سيدة ابو الدهب. بشرفي لو قدرتم ترجعوها لحالتها الطبيعية، لكم هدية كمان فوق ال5000 جنيه. يا فندم، واجبنا انقاذ البشرية من الامراض النفسية بدون اي هدية، لكن لو حكمت رأيك بقى احنا مش ممكن نرفض اي طلب. اهي حنان وصلت. ايه الدكاترة الحلوين دول؟ يا خوفي ده يكشفوا اللعبة ورايا ما نشوف حجر. ايه اهلا. معلش معلش حقك عليا. حقك عليا انا. معلش بابا. انا بابا. بابا ايه يا ابني اللي انت بتعمله؟ انا بابا. الله بابا. لا ما فيناش في الحاجات دي بقى. حنان وكلك حنان. ايه ده يا بابا؟ انت جايب لي دكتور ولا شاعر؟ انا قلبي بطمن للدكتور ده يا حبيبتي، وان شاء الله هو اللي هيشفيكي. اتفضلوا. اتفضلوا. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا استريح. اتفضلوا اتفضلوا. 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 انت لخمت ليه يا استاذ؟ اتفضل. اتفضلوا. اتفضلوا استريح. اتفضلوا. اتفضلوا استريح. يا خبر. فينا له اختصاصه. الدكتور حسن بيدرس حاله المريضه من بره، انا بقى بدرسها من جوه عشان اطلع كل الخبايا. حلو قوي الخبايا دي. ترجع اسمي فين؟ زي الخطايا والضحايا. قول يا دكتور. نعم. انت بتحب عبد الحليم حافظ؟ انا اخصائي مسقعه. ما تسيب الدكتور يشوف شغله. الله، طب ما تشخش فيا كده. ما يشتغل هو حد منعه؟ ثم فيها ايه يعني لو سالته اذا كان بيحب عبد الحليم حافظ ولا لا؟ ما تبصيله. نبت سيبينا شويه مع المريضه لو سمحتي، اتكل على الله. معلش يا سمير، سيبينا لوحدنا شويه، مين عارف يمكن ربنا يجعل شفايا على ايديهم. انت شايفه كده؟ طيب عن اذنكم. حافظ ايه؟ بعض الأسئلة ولازم تجاوب عليها بكل صراحة، ما تخبيش عليا حاجة. أنا تعبت النهاردة قوي. يعني إيه؟ كفاية كده، ولا أنتم مش عايزين تشوفوني مرة تانية؟ لا يعني بس مش بالعكس، عايزين نشوفك كتير كتير. مش كتير قوي. لو سمحت اندهلي سميرة. أنا بشتغل عندك ولا إيه؟ سميرة يا بتاع ده بتاع محلي محافظ. سميرة يا بنت سميرة. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامة. يلا يلا. أبا مالك؟ أبا بابا إيه؟ تخلص؟ أبا جرالك إيه؟ بابا يلا يا أخوي. يلا يا أخوي هتشتغل عليا أنا. يلا. سميرة سميرة تعال تعال. عمية مش عمية. عمية مش عمية. عمية مش عمية. عمية مش عامية؟ مش عامية؟ عامية. لكن تعرفي ان الدكتور التاني شاطر وبيتكلم كويس. عايزة الحق؟ الاتنين اشطر من بعض. تعرفي انا صعبان عليا بابا،
بيدفع فلوس كتير للدكاترة، بتعذب علشاني، وأنا كدابة ولا عامية ولا حاجة، مش عارفة أعمل إيه. حاجة بسيطة، فتحي وقولي له أنا فتحتي يا بابا، وبكده توفري على الناس العذاب اللي هم عايشين فيه علشانك. بيتهيألي لازم أعمل كده، مش خايفة إلا من حاجة واحدة. هي إيه؟ يرجع يفتح لي حكاية الجواز. وفيها إيه يا حنان؟ لازم تفكري في الموضوع ده كويس. أفكر؟ أفكر إزاي؟ ده أنا ساعة ما بحس إني هقرب من أوضة النوم وأحس إني خلاص هتجوز، معرفش إيه اللي بيحصل لي، معرفش. بس سامحني يا بابا، سامحني. بس حكي لي. بس خلاص مش أنا اللي هتجوز، والنبي يا رب. تهيألي الدكتور ده هيطلع منه حاجة وتتفك عقدة حنان. يا رب، عشان عقدتنا احنا كمان تتفك. غريبة ان حنان من صغرها لحد ما كبرت ما لاحظتش عليها اي تصرف غلط. حاجة تحير، انت احسن اب شفته في حياتي. والله انا ما خليتهاش تشعر باي نقص. حناني زاد عليها وحطها برعايتي علشان ما تحسش بالفراغ، خصوصا بعد ما ماتت امها. هي مفيش زيها، لكن حكاية الجواز دي هي اللي ملخبطة الدنيا. توفيق، مش جايز تكون؟ مش ممكن. لا، مش حنان اللي نضحك عليها وتغلط. انا مربيها كويس وعارف اخلاقها كويس قوي. فضفضي، انا عايزك ترجعي لطفولتك، قولي كل الحاجات المهمة اللي حصلت يا حبيبتي. احنا خلاص بقينا اصحاب حبايب. ايه ده يا دكتور حسن، انت هتبوسني؟ ايه؟ انما ازاي عرفتي ان انا اللي قربت عليكي مش الدكتور علي؟ صوت الدكتور علي جاي من هنا وانت صوتك جاي من هناك، ثم زي انت دكتور وما تعرفش ان لما حاسه تبطل في الجسم الحاسه التانيه تقوى اكتر. انت اكيد انت دكتور بيطري. بالظبط، واخصائي حمير كمان. يا شيخ روح. طيب يا خلينا نشوف شغلنا. روح وانت كمان نام. حاضر. احكي لي بقى. ايوه احكي لي بقى دكتور علي، كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ انا كانت الرياله ما بتنزلش على بقي، وكانت امي بترضعني فتة، انما ايه انا كنت تخين وانا صغير. انا اسفه يا دكتور حسن، يمكن زعلتك. ولا يهمك، دايما المحبه بتيجي بعد خناق. قصدك ايه يا دكتور؟ ان يعني ايه؟ انت جريء قوي يا حسن. يا دكتور حسن، وانت حلوه قوي يا حنان. تعرف لو بابا سمع الكلام ده ممكن يحصل ايه؟ الموت من تحت راسك حياه تانية. دكتور حسن دكتور حسن دكتور حسن دكتور حسن حسن الدكتور بيمدحلك. ركتك وجمالك مش مخليني اسمع غير صوتك الجميل. ما تقولش الكلام ده عشان بنكسف. انت بتبصلي كده ليه دكتور حسن؟ ما تبصليش قوي كده عشان بنكسف. يا دكتور حسن انت ايه اتطرشت؟ قاعد بنت عليك. يلا بقى نكمل الجلسه. معلش يا دكتور، بكره بقى عشان انا تعبت. يلا حاضر براحتك. اصل مش ممكن نكمل طالما اللفان ده واقف. اتفضل يا استاذ. اتفضل. الو تاكسي. اتفضل. اتفضل. الباب فين؟ الباب فين؟ الباب